لابد أن نعلم في البداية أستاذي الكريم، لا تنتظر ولا ننتظر أي قرار أو أي مواقف من قبل الدول العربية في هذا التوقيت، لأن الدول العربية أنا أقسمها إلى ثلاثة أقسام إلى أو إلى قسمين، قسم مطبع مع الاحتلال الإسرائيلي ولديه مصالح كثيرة مع إسرائيل، والقسم الآخر يقف حياديا، والقسم الثالث يقف متفرجا، يعني يندد ويستنكر ويدين ليس أكثر من ذلك. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى والمصيبة الكبرى أستاذي الفاضل بأن يوجد بعض الدول الأوروبية العربية، أنا لا أذكر أسماء في هذا التوقيت، منعا للإحراج، لأن يوجد بعض الدول العربية في أنفسهم يقولون بأن إسرائيل لها الحق بأن تدافع عن نفسها. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى، لابد أن نعلم بأن هذه العملية عملية طوفان الأقصى، نعم نحن تكلمنا عنها كثيرا وحللنا هذه العملية كثيرا، ولكن لابد أن أخذ بعض النقاط المهمة من هذه العملية. هذه العملية أولا غيرت مفاهيم، غيرت معادلات، غيرت استراتيجيات، غيرت أفكار، غيرت عمليات على أرض الواقع، وأيضا غيرت الواقع. هذه أيضا جزئية. الجزئية المتعلقة بإسرائيل بأن إسرائيل لن تنام، لن تنام أستاذي الكريم حتى تنتج ما كانت تنتجه منذ عام 1948 إلى وقتنا هذا، وخاصة من 2008 إلى 2022، أكثر من خمسة حروب، مجازر وإبادة جماعية، وأيضا كل ما يتم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولم نسمع عن أي شيء أو أي قرار يتخذ من قبل الدول العربية تجاه الاحتلال الإسرائيلي. لأن الاحتلال الإسرائيلي أستاذي الكريم لديه يقين في عقله، راسخ في سياسته، بأن الدول العربية أضعف مما أن تكون تتخذ قرارا يرضع به الاحتلال الإسرائيلي. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى، لابد أن نتطرق بأن الاحتلال الإسرائيلي أخذ الضوء الأخضر من جميع الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المساندة وهذه وهذا الدعم اللامتناهي من الدول الغربية، وكأنهم يقولون لبنيامين نتنياهو افعل ما تشاء، افعل ما يحول أو ما يدور في عقلك اتجاه الفلسطينيين واتجاه شعب غزة وفي اتجاه هؤلاء الذين يصفهم بنيامين نتنياهو بأنهم إرهابيين، ولابد أن يستخلص منهم أو يتخلص منهم ويتم إبادتهم. أنا الآن أتكلم معك بما يفكر فيه بنيامين نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي ومع الإدارة الأمريكية وهذا التعاون الوثيق، وكأننا قادمين على حرب عالمية ثالثة، وهذه المساعدات الرهيبة، حاملات الطائرات ومن ثم البوارج ومن ثم أمور كثيرة جدا طيب. في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. طيب، يعني الآن إذا ما نظرنا إلى جل التصريحات من السياسيين لا تعدو كونها تصريحات واستنكار وعدم الرضا، ولكن لم نرى أي خطوات فعلية على الأرض. هل برأيك الولايات المتحدة الأمريكية تهدد كل من يتدخل في هذه المعركة وتراقب كيف يقتل الفلسطينيون؟ يعني هل ترى هذه الفكرة أنها هي موجودة في المشهد اليوم؟ أكيد أستاذي الفاضل، لابد أن أوجه أو أقول نقطتين مهمتين. عندما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حاملات الطائرات كانت تريد نقطتين. أول نقطة أستاذي الكريم، هذه الرسائل المباشرة ورفع المعنويات لدى الاحتلال الإسرائيلي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، بأن أي جهة أو فتح جبهة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي فالولايات المتحدة الأمريكية متواجدة، وهذا ردع لمن بطريقة غير مباشرة لحزب الله اللبناني في لبنان، وأيضا الجانب الأراني، لأن الجانب الأراني لوح كثيرا، إن لم تتراجع إسرائيل سوف نتدخل، إن لم تقف إسرائيل على عن هذه المجازر سوف نتدخل. وأنا أرى من وجهة نظري أن إيران لديها سياستها، وإن إيران ترى بأن هذا التوقيت توقيت حرج جدا أن تتدخل عسكريا وتفتح عدة جبهات مع الاحتلال الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأمريكية.